بارك الله فيكم. هذه أختكم أم صابر تقول: هل الوسوسة، وأنا مصابة بالوسواس، وإذا أردت الوضوء أحلف وأقسم ألا أكرر ثم أكرر هذا في كل وقت منذ سنوات. تسأل بارك الله فيكم، تقول: هل هذه من قوادح في العقيدة الإسلامية، وما هي الكفارة جزاكم الله خيرا؟ الوسواس من الشيطان، والشيطان عدو للإنسان، وهو يحضر عند العبادات عند الصلاة، يشوش على الإنسان صلاته ويخرجه منها بالأفكار ويصرفه عنها مهما استطاع. يحضر عند الوضوء، الوضوء له شيطان خاص يسمى بالولهان، يستعاذ بالله منه. من أصابه شيء من الوسواس فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان، وعلاجه أيضا برفض الوسواس وتركه وعدم الالتفات إليه، ثم يذهب بإذن الله. نعم.